معنا باسل غندور، كاتب سيناريو ومنتج الفيلم الأردني ذيب. أهلا وسهلا فيك في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. طبعا سعيدين بوجودك، وبداية يعني منهنئكم على النجاح الباهر اللي عم بحققه هذا الفيلم، وعلى أهم إشي ترشيحه لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم بلغة أجنبية. أهلا فيك. هلأ ممكن يعني أغلبنا حضرنا فيلم ذيب، بس كتير منا ما بنعرف كيف جاءت فكرة الفيلم. الفكرة بلشت لما بعثت نص لناجي أبو نوار المخرج، عبارة عن 15 صفحة على أساس يصير فيلم قصير. قصة أخين في الصحراء، بيصير في غزو وبيلاقوا حالهم متشردين. فناجي رجع حكى معي، أنا بالعادة ببعث له عشان يعطيني ملاحظاته وأفكاره، فرجع حكى معي، حكى لي شو رأيك نطور القصة ونخليها فيلم روائي طويل. قلت له طيب، قال لي بنعمله بإمكانيات صغيرة بالصحراء، شخصيات قليلة، طاقم عمل صغير، ومنصور فيلم. طبعا بس طورنا النص لروائي طويل، لاحظنا انه التفاصيل وحس الصحراء مش موجود، لانه انا ناجي اهل المدينه مش اهل الباديه. فقررنا انه ننزل نعيش نسكن مع اهل الباديه، نزلنا عوادي رم قريه الشاكريه، وطورنا النص معاهم. احنا بنعتبرهم من مؤلفي القصه معانا، يعني احنا قعدنا مع كبارهم، قعدنا مع اهل الشاكريه وغيرها من القرى اللي في وادي رم، وقعدوا يحكوا لنا قصص عن تاريخهم، عن عاداتهم وتقاليدهم، وهيك تطورت القصة وصار فيها التفاصيل هاي والحس يعني احنا بالنسبة لنا كان مهم كتير يكون في واقعية بالفيلم، فاحنا اعتمدنا عليهم على هذا الشيء، انه يتأكدوا هم انه الفيلم يكون واقعي قد ما يمكن. يعني هذا يمكن بجيبني لسؤالي الثاني، اللي هو انه الشخصيات اللي بالفيلم هم مش ممثلين بالاصل، زي ما حكيت من اهل المنطقه والباديه، بس انه خضعوا لعده تجارب اداء وتدريبات. يمكن تخبرنا اكثر يعني عن تجربه العمل مع ممثلين غير يعني مع غير ممثلين. اتخذنا قرار انه الفيلم زي ما قلت لك يكون واقعي قد ما يمكن، فمن هذا حبينا انه يكونوا الشخصيات اللي بالفيلم كلها يعني من أهل البادية، من أشكالهم تكون طبيعية، من تعاملهم مع بيئة الصحراء تكون طبيعية، من اللهجة بهمنا كتير كان يكون تكون اللهجة طبيعية، فاللهجة هم طوروها، الحكي كله تطور من عندهم كمان اللي هو الحوار. فالورشات أخذوا معنا 8 أشهر، بلشنا مع أستاذ تدريب اسمه هشام سليمان، أجا عمل ورشة مبدئية طولها 3 أيام، وبعدين أعطانا المنهج اللي نمشي عليه لباقي 8 أشهر قبل ما نبدأ نصور الفيلم، ومشينا على هذا المنهج، ومن خلاله صفوا الممثلين ممثلين وأبطال الفيلم. يعني وهي كمان إنه يعني تحديداً مثلاً الأحداث بال1916 وفي ظل الثورة العربية الكبرى وهاي، فهلأ عم نحكي عن قصة قديمة يعني عمرها 100 سنة اليوم، فبرأيك قد ايه مهم إنه نحكي قصة أردنية اليوم بلغة السينما؟ هاي القصة بالعالم العربي وبالأردن في عنا يعني المليء من القصص، فيعني بنحب انه صانعي الافلام انهم يطلعوا القصص اللي عندهم ويكتبوا القصص اللي عندهم، وان شاء الله انه يكون عندنا سينما محليه قويه ونطلع افلام من عندنا اكثر. يعني ويمكن اذا نحكي اكثر عن السينما الاردنيه، يعني هناك يعني من يقولون انه السينما الاردنيه لم تنطلق بعد بالدرجه الكافيه، يعني ما بعرف هل بتوافق مع هذا الحكي؟ اذا نعم برايك شو المطلوب حتى ننطلق اكثر؟ يعني السينما الأردنية هي في أولها، بس واضح إنه متجهين باتجاه إنه راح تكبر. زي ما بتعمل في الطاقم اللي بيعمل في الأفلام عندنا يعني عالمي، بيشتغل على أفلام أجنبية بتيجي من برا، فيعني مش ناقص شيء بالأردن أنا بحس، غير لو منزيد أو نشتغل على دعم كتاب السيناريو، لأنه هي أساس كل فيلم، وإذا في سيناريوهات مكتوبة بطريقة
عالمية ممكن انها يعني ما دام طاقم العمل موجود يعني ما فيش نقص غير هيك. ويعني زي ما حكيت انه هلا مثلا بالنسبه لفيلم ذيب كمان تم الاستعانه ب يعني كوادر اجنبيه عديده للعمل في الفيلم، فهناك اراء او انتقادات بتقول انه هذا الشيء ممكن ياثر على الطابع الاردني او الهويه الاردنيه للفيلم، فما بعرف ايش ردك يعني. طاقم او كادر العمل كان اردني اكثريته، اللي ما كانوش من الاردن هذا دائما برجع للمخرج والمنتجين انهم ينقوا طاقم عمل او كادر مؤمنين بالقصه اللي بدها تنحكى او الفيلم اللي بده ينعمل، وجايين يعملوا بالتعاون مع الكاتب والمخرج وباقي طاقم العمل، ومش جايين انهم يفرضوا عليهم طريقه معينه من العمل. هذا كله طبعا بيرجع على الشخص. فاذا اذا اذا, إذا الواحد بيشتغل مع ناس حابين يتعاونوا ويحكوا القصه في الطريقه اللي بحب يحكيها المخرج، مش حيكون في هاي المشكله. لا شك انه فيلم ذيب يعني حصل على رواج كبير على المستوى المحلي العربي والعالمي، وحصل على العديد من الجوائز وشارك بمهرجانات كثيره. فيعني من حضوركم انا سؤالي عن يعني تفاعل الجمهور الاجنبي مع قصه بدويه بحته في بيئه صحراويه، على الارجح هي بيئه غريبه او جديده بالنسبه للمشاهد الاجنبي، كيف كنتوا تشوفوا مدى التفاعل يعني؟ بالعكس احنا حسينا هاي البيئه الجديده وهاي القصه الجديده والعالم الجديد اللي الواحد بيشوفه بس يحضر الفيلم، هو يعني شيء يعني ايجابي، وبالعكس شيء ساعد كثير انه الجمهور الدولي خلينا نحكي والمشاهدين الدوليه انهم يندمجوا ويحبوا القصه، لانها شيء جديد، طبع قصه مش كثير محكيه من قبل، عالم جديد. فبالعكس بحس هذا الشيء ساعد، شيء ايجابي. كان في تفاعل اول مره شفنا التفاعل كان في مهرجان فينيسيا البندقيه، المحل ما كان البريمير تبع الفيلم العالمي، والممثلين كانوا معنا وجزء كبير من طاقم العمل كان معنا، واول مره بنحضر الفيلم قدام جمهور. فاحنا ما كناش يعني الواحد بس يخلص فيلم بكون شاف اللقطات فوق ال100 مره، بكون يعني حضر الفيلم كثير، فببطل عارف كيف الجمهور ممكن يتجاوب معه، او مش يعني مش عارف الواحد ايش الموجود عنده او ايش اللي طلعه. فلما حضرناه اول مره في المهرجان بالبريمير يعني كأنه الواحد عم بيحضر لاول مره، ولما خلص الفيلم صار في يعني شجعونا الناس، ولاحظنا انه كانوا مندمجين ووقفوا لنا وزقفوا لعشر دقائق، وبلشوا يتصوروا مع الممثلين وياخذوا توقيع جاسر وحسين وحسن الممثلين اللي كانوا معنا، ويتصوروا برضه مع ابو جاسر المنتج المحلي اللي كان معنا. فبالعكس رد الفعل يعني قوي. طيب يعني اذا بدنا نرجع شوي للبدايات، لاول يعني ما تم اختيار الفيلم لترشيح الاردن رسميا في جوائز الاوسكار، ويعني وما تبعه بعديها انه هلا الفيلم ترشح للجائزه، هل شعرتوا انه هذا الشيء بيعطي دفعه لمشاريعكم المستقبليه؟ بنتمنى انه مش بس لمشاريعنا احنا المستقبليه، بس لمشاريع اي صانع افلام من الاردن. صار في اثبات انه الاردن ممكن تطلع فيلم وممكن يوصل الابعاد اللي وصلها، وعندنا قصص بالاردن يعني بتنحكى، وبتمنى انه صانعي الافلام الاردنيه يحكوا القصص اللي بدهم اياها بالصوت اللي عندهم اياه. وللي بده لسه يحضر فيلم ذيب يعني احنا بنعرف انه راح يتم لسه عرضه مره اخرى، اذا تخبرنا اكثر عن هاي الجزئيه يعني. لسه عم نثبت التواريخ بس الفيلم راح يرجع ينعرض بالاردن في عمان وفي اربد ان شاء الله. تجاريا في السينمايات في نصف او اواخر شهر 2.